مشاهدينا اليوم في تحدي الميكسر، ولكن اليوم تحدي سبيسيال لانه عطيت هاد الشبان هما اللي غيسولوني الاسئله، وإلا ما جاوبتش غادي ناكل نتوما بالصلاه وداك الشيء اللي كتعرفوا. بدا اش بان لك اخويا حمزه؟ دابا الصرف انت خلصتي ياك؟ دابا يرجع لك الصرف. مرحبا مرحبا، التصفيقه تحرى اليوم وتكيسوا عليا في الاسئله عافاكم. يلا باش بغيتي العصير بعدا؟ الليمون ولا الحليب؟ نديرو الليمون. يلا الليمون. هاي 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 زيد 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 شوية زيد شوية زيد شوية زيد عفاك زيد شوية زيد. برافو عليك صافي. نعطيك واحد السؤال، جيني نيشان. اها نيشان. انا ما نكذبش انايا. شحال كتخلص في الشهر؟ ها؟ كيما سمعتي ياك حمزه البيض ياك واش جبتك البرنامج وكبرت بيك وما خليت ما درت وقلت الفنان الكبير اش توجد؟ بلاتي 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 شحال الصالير اللي كان فين؟ شنو الصالير؟ الصالير ديال الشهر. الصالير ديال الشهر هنا ولا هنا؟ الصالير ديال الشهر بالضبط ديالي عادي الفلفل اخويا. فلفلة؟ والله لا عندي الفلفل. متأكد؟ متأكد. كتضحكوا عليا ياك؟ الله الله. لا لا هذه كبيرة هذه. هاي شوف الصغيرة هذه. أنا مزوج. مزوج فيك. عافاك عافاك. أنتم أنا مزوج فيك. شتي فيها حمزة الله يحفظك. لا. مزقتيش حمزة البيت مزقتيش. واخا. كيس عليا اخويا ادم السي رشيد. نعم غنسولك واحد السؤال، الا ما جاوبتينيش غنخوي البصله هنا. السؤال ديالي هو الى جات شي قناه وقالت لك نعطيك داكشي اللي كتشد في دوزين في عشرات المرات وين هادو ما تقولش ساهلين واش تمشي ولا لا؟ إلا جات عندي قناة وقالت لي نعطيك 10 المرات داك الشيء اللي كناخذ. وهي الشيطان دري. صعيب هذا السؤال شوية. لا لا سهل. هي القناة الثانية هي القناة اللي كبرت فيها وتعلمت فيها التلفازة وتكونت فيها. ولكن 10 المرات عاوتاني قاصحة شوية. الجواب ديالي بصراحة باش ما نبقاش نكذب ونقول لا حكا دوزام. دير البصلة خويا دير البصلة دير البصلة الله يحفظك. الله 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 الله. خليتي كاع الطروفة الصغار باش لا بركة بركة بارك. ادم ادم الله يجعلك زوينة في القلب. زوينة في القلب غتعاونك. زوينة الخلف في القلب راه كتعاونك. الله يحفظك. نمشيو عند الأستاذ. الله يحفظك. شكرا. انتي ظريفة وزوينة وتبارك الله زعما ديري بوجه هذا الشيء اللي درنا في رشيد شو هالعام. مسيو رشيد علالي. مرحبا هادي واخيرها بالفرنسي قاعدين. مستر رشيد علالي. مرحبا. في نظرك. نعم. شنو هو البرنامج رقم واحد في المغرب من غير رشيد شو؟ من غير رشيد. شنو البرنامج رقم واحد في المغرب؟ ما عطيتينيش جواب. ها؟ ما عطيتينيش جواب. من غير رشيد شو؟ والله ما غنسمح لكم الدراري والله زعما وانتوما زعما انتوما ضريفين زعما ديروا لي التومه. التومه راه مزيانه في العينين كداول. انا راه قالوا لك رشيد شو، علاش نبقاو نعاودوه؟ من غير رشيد شو كاينه التومه صراحه. التومه راه مزيانه صحيه.
لا لا ماشي لا لا عمري درت انا 4 5 والله الا وحده والله الا كندير درس واحد كاين صاحبي الدكتور لا لا شوفي 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 الله يرضي عليك الله يرضي ديما كندير درس واحد درس واحد درس والله الا ديما كندير درس واحد بالله درس واحد ما غينفعكش لا عافاك 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 واحد واحد عافاك عافاك واحد عافاك مزيان مزيان يا سلام شكرا مرحبا لا حول كنت ناوية نية خايبة ولكن واخا راني نواخ محمد انت كتعرف العشرة اللي بيناتنا استقبلتك في البرنامج ما من مرة بصح عاد جبتك في السهرة راس العام بصح هذاك تنسى لا لا وعرفتي دابا حيت الشن عزيز عليا بزاف بغيت الجمهور يشوفك زعما كنعاني ماشي تتعاني زعما فوق شي حاجة سميتها تتعاني كتعاني كتعاني يا مش يلا سير وكاع الفنانين تما بغيت نرد لهم حقهم يلا انا معاك اخويا انا معاك شكون هو الفنان المغربي ولا بصفه عامه الفنان اللي ندمت اللي جبتي الرشيد عندك الحلقه شكون اللي عطاكم هاد الاسئله شكون الله لا بقات فيكم بالله شوف هو باش انا كان انا كيعرفوني الناس الصريح كاين شي حد اللي جبتو البرنامج وبصح ندمت حيت جبتو البرنامج وقلتها ليه ولكن باش من جرح حتى واحد غادي عرفتي شكون هما اللي ندمت اللي جبتيهم اليوم هما حنا خرجنا لك في عودك اودي السي رشيد والله العظيم هاك وانت حقا بلاتي انت ضريب وزوين سي رشيد نعم شكون اللي عزيز عليك في ولادك مش ايا ولا ادم قاسم دابا بيني بينك اجي نقول لك واش كيبان لك انت ماماك كدير الفرق بيناتكم انت وادم ومحمد كتحس بان كاين واحد عزيز عليك اكثر من الاخر ها لا 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 هو تانا لا ولكن دابا انا سولت هي شوف ما بين ولادك ما يمكنش دير الفرق بجوجهم عزاز عليا صراحه ادم وايا عندي في نفس المرتبه ناخذ الفريز ندير ندير ماشي ليك انا خويا حقا انت خصك تخوي هاك لا خوي بحالك خوي بحالك خوي 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 ضريف والله تضريف لا عندك صحة وتحل العصير تحل العصير دور هاد زعما الا قالوا لي شي حلقه ندمتي عليها اتخوي اتخوي العصير ولا انتي يلا خوي لينا صافي شكرا حرة هذيك حرة حيت عزيز علينا كان ما كنتيش عزيز كاع من نعضو والله يدير لي حرقة بالله كاين ولا ما كايناش وقت راك عزيز شرب هذا وتفكرنا بركة صحي عيني عيني
الناس اللي كيجاوبونا اقسم بالله العظيم اول مره تنحس اول مره كنحس بالمعاناه ديال الضيوف اللي حضروا معنا. زعما والله ما قدرت بالله ما سام حار والله الا حار